مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. فضيلة الدكتور، كنت قد سألتك عن إمكانية تقليد رأي ابن تيمية في موضوع الذهب القديم بالذهب الجديد، ويدفع تدفع الفرق يعني الزبون أو تلك المرأة التي أتت بالذهب من باب التيسير على الناس. أنا لا أخذ بهذا الرأي، إنما أتبع الرأي اللي هو عملية لابد يكون في هناك تماث وتقابض، هذا واحد. الأمر الثاني، لو فتحنا هذا الباب في الوقت الحاضر، لو أخذنا بهذه الفتوى في الوقت الحاضر، قد يكون هناك بعض الصاغة ربما يعني يكون في هناك عملية مبالغة بالنسبة لي، يعني بالنسبة للجديد يبالغ بحجة الصياغة، وأيضا يبالغ في تخفيض قيمة الذهب بحجة أنه هذا قديم، فيقع في هنا غبن بالنسبة لمن يريد عملية الاستبدال لصالح اللي هو الصائغ. وأيضا لو فتحنا هذا الباب لو وجدنا يعني حتصبح عملية تجارية بحتة، فيعني كل واحدة مثلا صار عندها مثلا شوية ذهب يعني مر عليها سنة وسنتين تبدأ تدفع فلوس وإلى آخره، هذا استنزاف للجيوب بالنسبة للناس. لكن هي تريد أن تأخذ آخر الموضات، يعني صرعات الموضة، هذا أمر مهم ماشي دكتور عند النساء. ماشي دكتور، لكن وبعدين بيحرك العملية الاقتصادية، يعني صاحب المحل يعني بينبسط، يعني في شغل يعني بيصير. هو أكيد حينبسط، لأنه هو طبعا حيشطح فوق بالنسبة للسعر، السعر الجديد حيطلع فوق جدا فيه بحجة أن الموديل والصياغة وإلى آخره، وأنت عارف الصاغة كيف، والقديم حيخسف في الأرض. فلذلك يعني أنا أميل إلى اللي هو الرأي، رأي جمهور العلماء، التقابض. نعم، التماثل والتقابض. نعم. طيب هل هناك من مخرج يعني معين يعني يمكن تيسيره بالنسبة لهذا الرجل يعني وأمثاله ممن عندهم محلات ذهب؟ والله إذا ما كان في عنده فلوس حاليا، يتوقع يجي فلوس بعد الظهر بكرة الصبح، فممكن هو يعني تيجي تمر عليه بعد الظهر، تمر عليه ثاني يوم الصباح وتشوف مثلا، يعني هو طبعا ممكن يكون وزن الذهب اللي عندها كم، وزن الذهب هذا اللي عندها، ويحاول يجمع المبلغ هذا. مثلا خلي الذهب معاك الآن، تعالي بعد الظهر، تعالي بكرة الصباح بعد كذا. يعني هي بتروح واحد غيره يا دكتور، يعني مستحيل تنتظر. أوكي يعني تروح لواحد غيره، تروح لواحد غيره. راحت الصفقة منه يا دكتور، يعني إحنا أيضا هنا راحت الصفقة. ما حوقع أنا لن ما أتحمل ذمة أن أوقع في الحرام مع تصل تروح عليه، فتروح على الصفقة أهو ما يقع في الحرام. يعني الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ليس صحيح. صحيح. هو على كل حال يعني إذا يعني جاز له أن يقلد، يعني من يقول برأي ابن تيمية، يعني هو يعني نجعله يعني الأمر إليه. لكن الدكتور دعني أعود إلى الحكمة، وهو هذا سؤال الحقيقة، ليش القبض يعني بالذهب؟ تكلمت عن أنه سرعة التذبذب، لكن مع ذلك أنه ربما يكون هناك يعني السرعة. نعم، في معي اتصال فيما يبدو دكتور. تفضل عبد القادر، المحامي عبد القادر، تفضل استاذ عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، يعني أنا الحقيقة مع احترامي وتقديري لفضيلة الشيخ، أختلف معه فيما ذهب إليه من تبرير يعني عدم جواز بيع الذهب بالذهب مع الفارق، وهو يقول إنه هذا سيؤدي إلى أن النساء يعني سيغيرن الذهب باستمرار. الحقيقة ما ذهب إليه هو الذي سيدفع النساء إلى التغيير باستمرار، لأنه ما دام أنا سأبدل القديم بالجديد، أنا كل شهرين مستعد يعني أن أروح أغير يعني. فهذا هو الذي، يا أخي الكريم، الذهب بالذهب، نعم، قيمة جرام الذهب، يعني بقيمة جرام الذهب كما هو يعني يباع يعني في الأسواق عادة. نعم. ونضيف إليه الصياغة، يعني قيمة الصياغة، يعني أنا أبيع الذهب بالذهب، الجرام الذهب يعني عالميا كم قيمته كذا.
لكن هناك صياغة فأنا أضيف إليه الصياغة. هو يعني ما أخفيك أستاذ عبد القادر، هذا حقيقة وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله، يعني كان عنده هذه وجهة نظره في هذا الموضوع، لكن جمهور العلماء لعله الدكتور أيضا يوضح الموضوع، عندهم الذهب التبر والمصنوع سيان، نظرتهم أنها هذه نعم تريد أن تقول شيئا. أعلم هذا الرأي. نعم. أنا أعلم هذا الرأي يعني. لكن أيضا نقطة التبرير اللي ذكره فضيلة الشيخ أن هذا سيؤدي إلى النساء إلى تغيير النساء للذهب يعني باستمرار، الحقيقة ما ذهب إليه هو الذي سيؤدي صحيح. إلى اندفاع النساء إلى التغيير باستمرار ما دامت لا تخسر شيء. صحيح. أنا سأغير كيلو ذهب مستعمل بكيلو ذهب جديد يعني في آخر موضع يعني الذي يمنع يعني صحيح. لكن عندما يكون هناك فارق يحجمنا يعني يحجمنا عن هذا الفعل، أنا أتفق معك، يحجمنا عن هذا صحيح. ما رأيك دكتور؟ الدكتور ثم الظلم هنا يعني سيقع على البايع صحيح، لأنه البايع سيأخذ هذا القديم ويعيد صهره صحيح صياغته ويعيد صهره ويعيد صياغته من جديد. دعني أستمع إلى رأي الدكتور حول هذه المسألة. الدكتور ما هو رأيكم بالنسبة للصياغة؟ القديم أيضا فيه صياغة دكتور غسان، يعني الجديد فيه صياغة والقديم فيه صياغة صحيح. يعني هي لما شات القديم هذا دفعت ثمن الذهب زائد ثمن الصياغة، فلماذا نلغي ثمن الصياغة في البيع ونضيفه في الشراء؟ لكن هو دكتور يعني تعلم أنه دائما الشكل الجديد الموضة القديمة يعني بيكون فقدت قيمتها والصياغة يعني حتى معلش دكتور، بس أنا لما اشتريت الذهب اشتريته الذهب زائد ثمن صياغة تمام؟ فالآن أنت تبي تعطيني فقط قسم من الثمن ما يقابل الذهب، طب أنا دفعت مقابل الصياغة، أين ذهبت مقابل الصياغة دفعته أنا؟ يعني أنت تريد أن تعطيني مقابل الذهب كذهب خام بدون صياغة، بس أنا عندما اشتريت في السابق اشتريت الذهب يعني دفعت ثمن الذهب الخام زائد مقابل الصياغة. هو أنا دكتور يعني حقيقة بس دعني يعني أبين هذا الموضوع، أنا حقيقة يعني مختص في هذا الموضوع وأعلم أن أدلة الجمهور صراحة من إذا نظرنا وتعمقنا فهي الأقوى هي الأقوى، لكن دكتور نعم. يعني اليوم مع تطور الحياة ومع التيسير على الناس ألا تجد الأخذ برأي ابن تيمية؟ ابن تيمية هو ابن تيمية شيخ الإسلام وهو يعني فقيه ومعروف، يعني رجل من العيار الثقيل إذا صح التعبير، يعني مش أي إنسان يعني عم يجتهد. هو دكتور غسان في الوقت الحاضر أنا زي ما قلت لك أنه المرأة الآن دفعت في الذهب القديم دفعت ثمن الذهب زائد مقابل الصياغة، فأنا الآن عندما أعطيها الذهب فقط فأنا هنا ألغي ثمن الصياغة، يعني حتخسر ثمن الصياغة، حيكون في هناك مكسب لحد الطرفين على الآخر، مكسب للصائغ مكسب للصائغ على الآخر. وفي هذه الحالة يعني هو ممكن يعني الصائغ في هذه الحالة يبالغ في عملية الصياغة صحيح في قيمة الصياغة، فلذلك قطعا يكون في هناك عداله في المبادئ الطرفين مع بعض. انا لا ازال اخذ راي الجمهور وهو عمليه ان يكون اثنين مقابل بعض. اذا انت الان تبغى تضيف ثمن الصياغه لانه ذهبك جديد الان وتقول عندي ثمن الصياغه انا وقعت في الظلم، انت اخذت اكثر مني يعني ربما يكون نفس الصياغه لانه هنا في صياغه وهنا في صياغه بس فقط قديم وحديث. ربما نعم ربما دكتور هو نفسه صاحب المحل هو بالذات، يعني أنا ربما اشتريت من نفس المحل هذا الذهب في السابق أخذ مني قيمة الذهب ذات قيمة الصياغة، الآن أرجع له بعد سنة سنتين الآن هو يريد أن يأخذ ثمن الصياغة في الجديد كما فعل في السابق ويلغي ثمن الصياغة اللي دفعته في السابق أنا. طيب ثمن الصياغة اللي دفعته من يعوضني عنه؟ هذا كلام أيضا يعني وجيه حقيقة. أنا لا أريد أن أقف كثيرا عند هذا الموضوع يعني لعله يعني أخذ حقه. دكتور الحكمة الثانية بإيجاز لو سمحت بالنسبة ليش لازم يكون في تقابض؟ الآن لو كان في هناك عملية تأجيل بالنسبة للذهب والفضة والعملات وغير ذلك يعني ما الذي يحدث؟ بصفة عامة نعم الآن بصفة عامة عملية الطلب على السلع، لو أنا مثلا نترك الذهب قليلا مثلا نأخذ السيارات أو نأخذ الشقق العقاري أو أي شيء آخر، الآن لنفترض بالنسبة للسيارات
لو كان جميع تجار السيارات يشترطون الدفع نقدا للسيارات، يعني ما حد يشتري سيارة إلا دفع القيمة بالكامل نقدا، ستجد أن الطلب على هذه السيارات يكون قليل، نفرض بعدد معين. إذا فتحت الباب، بمعنى إذا أجزت التقسيط تمام، نعم، وإذا مثلا قلت له والله مثلا بدون كفيل غارم، بدون دفعة أولى، بدون دفعة أخيرة، تسهيلا، في هذه الحالة حنجد الآن الطلب على السيارات يزداد، أسعار السيارات حتزداد، يعني لأنه حيقعد طبعا في التقسيط حيأخذ أكثر من النقد. فإذا في المجموع هنا حيكون في عندي المستوى العام للأسعار حيطلع، يعني حيكون في عندي هناك تضخم، وهذا ربما يكون أكثر لو أنا طبقت هذا الكلام بالنسبة للعملات. حيكون في هناك تضخم بالنسبة وربما العملات تفقد قيمتها، يعني تفقد أنا فهمت من قيمتها أيضا. يعني الذي فهمته دكتور، عندما نجيز شراء الذهب بالدين، هذا يعني أنه سيكون هناك طلب كبير على الذهب، هذا الطلب سيؤدي إلى ارتفاع الذهب، ارتفاع الذهب سيؤدي إلى ارتفاع السلع، لأنه السلع كلها تقوم بالذهب، وهذه وجهة نظر، وهذا إعجاز، لعله إعجاز نبوي شريف فيما يتعلق في كما جاء في الحديث الشريف. الدكتور اسمح لي، يعني فيما يتعلق بعقد الصرف عندنا شيء، يعني بيع العملات، وهو أيضا يعني مبادلة كما تفضلت الذهب بعملة بجنس آخر، يعني إنسان يريد أن يصرف الآن ويتاجر بالعملات. وحقيقة أود أن أسأل هنا عن العقد الذي دائما دائما وأبدا نسأل عنه، المارجن أو الهامش. واسمح لي أخذ هذه المشاركة من تونس بعد قليل حول هذا الموضوع، لكن دكتور دعني الآن أعود إلى موضوع علاقة الصرف في المتاجرة بالعملات. هو المتاجر في العملات عبارة نوع من أنواع الصرف، يعني عبارة عن عقد صرف، لأنه الآن ليس هناك، يعني الآن في السابق اللي هو الذهب والفضة كانت عبارة عن أثمان، كان في هناك دنانير ذهبية ودراهم فضية. في الوقت الحاضر ليس هناك وجود للذهب والفضة في التعاملات اليومية كعملة، إنما هي كسلع. الآن حلت محل الآن النقود الورقية في جميع الأحكام التي تختص بها، سواء من حيث جرائم الربا، من حيث شروط الصرف، من حيث وجوب الزكاة وكونها مهرا في الزواج ورؤوس أموال في الشركات. فالآن العملات الورقية في الوقت الحاضر تأخذ حكم الذهب والفضة في جميع الأشياء، في نصاب الزكاة، في وجوب الزكاة، في أيضا كونها رؤوس أموال في الشركات، كونها تصلح مهرا في عقود الزواج، وفي أيضا وأهم من ذلك في جرائم الربا. يعني الآن العملة بالعملة هي عبارة عن عقد صرف، هو عبارة عن نقد مقابل نقد، يطبق فيها تماما نفس الشروط التي وردت في الحديث الشريف عند مبادلة الذهب بالفضة والفضة بالفضة والذهب بالذهب. نطبق الآن القواعد التي تطبق على تبادل أو تداول الذهب مقابل الذهب، أو الفضة مقابل الفضة، أو الذهب مقابل الفضة. فهنا الآن في يعني يجب أن نأخذ بالنا من حاجتين. الآن مثلا على سبيل المثال عندي الريال السعودي مثلا، في هناك الورقي، في هناك اللي هو ممكن نص ريال ربع ريال، ممكن أشكل منها مجموعة من المال من مبلغ معين. نعم. هنا هل يجوز التفاضل؟ الجواب لا، لأنه هي عبارة عن كلها واحدة واحدة، أو كلها عملة واحدة، جنس ولكن واحد، فقط جنس واحد بالضبط. فيجب أني مثلا الريال الورقي 20 قرش، الريال اللي هو المعدن 20 قرش، فهم لهم نفس القيمة الشرائية والتبادلية، لكن يجوز أني أنا أبادل ريال بدولار بقيمة مختلفة، لأنه هذا جنس وهذا جنس، ولكن مع وجود التقابض والحلول في الوقت الحاضر. اتجاه العملة في الوقت الحاضر، أو يعني عقد الصرف في الوقت الحاضر، ممكن يتخذ يعني عدة صور في الحياة العملية. ممكن أروح أنا للصراف، أنا مثلا مسافر في الصيف أو مسافر في أي وقت من أوقات السنة، في محلات صرافة، معايا فلوس كاش في جيبي، أروح للصراف، لو سمحت أعطيني مثلا 1000 يورو 1000 دولار أمريكي، كم قيمتها؟ قيمتها كذا، هذه الريالات قيمة اليورو، واخد حط اليورو في جيبه وأمشي. هذا واحد. الأمر الثاني، ممكن أروح للبنك، يا بنك أعطيني مثلا
بعض البنوك في عندها عملات أخصم القيمة من حسابي، فأكتب على ورقة مثلا، وقع ورقة عقد بيني وبينه يخصم القيمة من حسابي كأني دفعتها الآن، دفعت النقد. في الآن مثلا مقيمين هنا بالذات العمالة، هو طبعا الآن يعني يشتري يدفع ويحول إلى بلده، سواء حولها نقدا أو حول عن طريق شيك. في بعض التجار ماذا يفعل؟ بعض التجار يجي مثلا للبنك يشتري مثلا عملة كمية معينة من العملات، ولكن أنا لا أريدها الآن، وإنما أريد مثلا هستلم الآن مثلا 1000 وبعد شهر 1000 وبعد شهر 1000 وهكذا طوال السنة، ونثبت سعر الصرف الآن. فربما يدفع قيمتها نقدا كلها الآن، ربما يدفع قيمة البعض ويؤجل قيمة البعض الآخر. في هناك عقد صرف آخر نمارسه جميع عندما نسافر في الخارج. صحيح. عندما تسحب ببطاقة الصرافة الآلي اللي هي في جيبك حقة الحساب الجاري، عندما تسحب أنت طبعا لو كنت مثلا في أمريكا في بريطانيا إلى آخره، حسابك في السعودية بالريال السعودي، وأنت تسحب هناك من الآلة أو من ماكينة الصرف تسحب دولار أو يورو أو استرليني. نعم. فأنت هنا بتعمل عقد صرف، هنا نقد مقابل نقد، الحساب يتم فورا، بديك رسالة على الجوال وتم خصم قيمة كذا كذا من حسابك. هنا في عندي عمليتين مع بعض، في عندي عملية تحويل إنه هو طبعا البنك هذا كأنه حول لي الفلوس من السعودية لأمريكا ولا لبريطانيا، وفي نفس الوقت هو أنا حسابي بالريال أعطاني يورو وعطاني نعم. فهذه ما كان فيه تقابض، سواء كان أنا دفعت القيمة نقدا أو عن طريق بطاقة الصرافة الآلي أو عن طريق الشيكات الحوالات، فهي عقود جائزة لأن فيها يتحقق هنا التقابض. ولكن نيجي مثلا ممكن تشتري عن طريق بطاقة الائتمان، الفيزا أو الماستر كارد أو غيرها من بطاقات الائتمان. هذه البطاقات اللي هي نوعان، في نوع بيكون مغطى، بمعنى أنه أنت مثلا بتأخذ بطاقة ب50,000 ريال. دكتور قبل الكلام في هذه النقطة، يعني موضوع الصرف ذاك، يعني هل نستطيع أن نسميه تصرف بالذمم؟ لأنه يعني فيما يبدو المثال الذي ضربته عندما يكون الإنسان خارج البلد الذي هو فيه وعنده يعني كريدت كارد، ومثل ما تفضلت يسحب، وهو في الحقيقة عبارة عن صرف وتحويل، لكن كيف عملية نعم. الصرف هنا يعني تحصل من التكييف الشرعي كيف عم بصير؟ هنا في تقابض، لأنه هو البنك يخصم، يعني بتكون في هناك طبعا الشبكة الإلكترونية مرتبطة في أنحاء العالم كله، بتجيك رسالة على الجوال أنه تم خصم كذا كذا من حسابك. النوع البطاقة مثلا هي عبارة عن سحب من سحب اللي هو عن طريق الصراف عن طريق الصراف الدولي الآلي الدولي. فأنت بتأخذ القيمة مثلا بالعملة الأجنبية، بتجي رسالة مثلا من البنك الأهلي ومن بنك الرياض تم خصم كذا بالريال السعودي في الحال، في يعني في وقتها تماما. فهنا بيكون في هناك عندي تقابض في الوقت الحاضر، يعني أنا أستلم كاش من الماكينة، وفي نفس الوقت هنا البنك هنا يعني يخصم القيمة نقدا فورا. جميل. فليس هناك تأجيل لأحد البدلين، هناك تقابض حقيقي موجود في البدلين. أشكرك فضيلة الدكتور. مشاهدي الكرام، أتوقف مع فاصل، كونوا معنا.